لقاؤنا اليوم يتضمن لقاءات مهمة مع عدد من هؤلاء المؤلفين اللبنانيين. بسرنا باللقاء الأول رحب بالأب ميشيل روحانا صاحب كتاب تحول المفاهيم في بناء الجمهورية، رسالة من أجل السلام في الشرق والعالم نحو جمهورية لبنان الخامسة. صباح الخير أب ميشيل. صباح النور دكتور جورج. لماذا رجل الدين يفكر بالإصلاح الدستوري ويكتب في هذا المجال؟ يعني الكنيسة أخي جورج مثل ما بتعرف بتعليمها الاجتماعي كما أنه بتقاليدها لطالما كانت هي العين الساهرة على العدل والحق، ونعرف أنه بكتابنا كلمة الله هي طريق وحق وحياة. فالكنيسة مؤتمنة على الإنسان، والإنسان هو إنسان اجتماعي، والمجتمع يقوم على تركيبة تسمى سياسية بالمعنى إدارة المدينة وإدارة الجمهور لما فيه العدل والسلام، تما الناس تقاتل بعضها وتفني بعضها. فاللي خلق الكون وأمن الإنسان أخي الإنسان وأعطى رتب ومواهب ما بيمنع أنه الكاهن يكون صاحب موهبة من المواهب التي تتعاطى بالشأن الاجتماعي وما يسمى أيضا السياسي، لأنه السياسة هي اجتماع بمعناها الواسع والصحيح. والإرشاد الرسولي أصر على كمان أن تتعاطى الكنيسة الشأن الاجتماعي والسياسي دون أن تدخل مباشرة بالتفاصيل الصغيرة، لأنه هي الموجه العام. كما أنه السينودوس الماروني المؤخر أصر على وجود نص كامل حول المارونية والسياسة. وأنا يعني بتعرف أليسر من أنا بس من سنة 75 أو سنة 70، يعني حتى قبل ما أدخل سلك الرهبنة والكهنوت كنت من الغيارة على العدل والحق، خاصة في إشكالية الانتخابات يلي لليوم بعدنا منشكي منها.